يسمعون. يا قوس قم، عدها تقول يا قوس قم. كيف مو تقول يا قوس قم؟ والله ما اعرف عاد. يا قيس قم، يا قيس قم، يا قوس قم، يا قوس قم. حول بالله. هذه لها سالفة، علموني اناها حنا ورعان، حنا صغار. يقولك هذه في ام جلست 20 سنة ما تجيب عيال. المهم يوم الله رزقها وتجيب لها ولد وتسميه قيس، قيس يعني قيس. ومبسوطة وفرحانة والناس فرحانين لها، ويا هنيك ويا هنيك، ويصير عمره سنة. يجي يوم من الايام اليوم البئيس، وهي نايمة وتنقلب عليه وتكتمه، تصير هي نومة ثقيلة الظاهر. هو ينكتم الولد، هو يموت. ومات قيس. يقول تجلس فوقه وتنوح، تقول له يا قيس قم، يا قيس قم. مر اليوم الأول والثاني والثالث وهي ما غير تردد يا قيس قم، يا قيس قم، يا قيس قم. وانقلبت حمامة. صار حمام الورق هذا اللي 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 يعبر عن الحزن، هذا من قصة اللي انقلبت حمامة. هتقول كوكو كوكو يعني يا قيس قم. الأبيات الشهيرة اللي يقول الشاعر: يا من القلب يلوعه طاري الفرقة، كما يلوع الحمام الورق شهانة. شهانة نوع من أنواع الصقور، سريع وما تروح الحمام. انحدرا حدرت، واليرقا ترقى، متولجتهن وهي حدبة وجيعانة. يقول يلا بنول من الحمة، هي الحمة ترجع عسوس السحابة ما تعدوها، ألبل شعاها نفيضة وسرحت يمه، واهل الجهازات والشاصات خموها، تخبطت في غديره وشرعت جمه وداجت وساحت خواطرها وردوها. هذا يجي في نبته زمه، تحبها البل وترتعها وحبوها، يرعاه وضحا شعيفها تسمى العمه، مدسمه تشرب الضيفان لا جوها. حي